إذن أهلا بك من جديد، وخلونا نرحب بضيفنا في البلاد السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. دكتور رامي أهلا وسهلا بك في البلاد. أهلا بك. بداية مسألة المرتزقة، ملف المرتزقة من أعقد الملفات وأكثر حساسية وأكثرها دقة في ليبيا، ويعني من ضمن الشروط الدولية ومسألة التفاهمات الدولية في انتخابات 24 ديسمبر. ولذلك نبغى نأخذ معك الأرقام الحقيقية اللي عادة لا يتطرق لها الإعلام، اللي من خلال مصادركم أرقام المرتزقة الحاملين للجنسية السورية، واللي جزء منهم يقاتل لحساب يعني بوتين والجزء الآخر يقاتل لحساب أردوغان. فخلينا نبدأ بأردوغان. هل فعلا زي ما قال يان كوبوتش المبعوث الخاص الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في جلسة مجلس الأمن، قال الأعداد لم تتغير، المرتزقة باقين داخل ليبيا، رغم أن احنا سمعنا أن في جزء منهم طلع من ليبيا، فشن سر هذه القصة؟ لا في أعداد قليلة. مساء الخير، تحية لك طبعا ولا ضيوف ولا مشاهديك عفوا، وأقول لك بأن العملية اللي ينشرها المرصد للتسكير، حتى أن هناك بعض الدول حتى العربية التي بدأت تتقرب من أردوغان لا تريد التطرق إلى هذا الملف، ولكن المرتزقة لا يزالون في ليبيا، هناك من يرغب بالعودة، ولكن هناك الكثير. على سبيل المثال يعني كنت على اتصال مع ثلاثة منهم، قال نحن هنا مرتاحين، نحصل على مرتباتنا، لا قتال، لا شيء نقوم به، أفضل من العودة إلى سوريا، ولا يوجد طريق للخروج باتجاه أوروبا، لذلك نحن جالسين هنا حتى نأخذ أوامرنا من الأتراك من أجل العودة إلى سوريا. لكن هناك البعض الذي على ما يبدو يريد أن يعود ويقوم بالاحتيال بتقارير طبية مزورة من أجل العودة إلى داخل الأراضي السورية. الأعداد هي كما هي، لن تتغير منذ العودة الأخيرة، ولكن على العكس من ذلك أبو عمشة أو ما يعرف محمد الجاسم المقرب من المخابرات التركية هو يتفاخر بإرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا، وبعد أن يتم فضح الأمر يقوم بتهديد المرصد وتهديد على سبيل المثال قبل أيام العميد أحمد رحال وهو ضابط منشق الذي تحدث عن موضوع المرتزقة، يقوم بتهديده بالقتل لأنه تحدث عن هذا الأمر. ولكن دعنا نقول بأن هناك عشرات الشهادات، إلى أن نقول مئات الشهادات من هؤلاء المرتزقة الذين لا يزالون في ليبيا والذين عادوا إلى الأراضي السورية. كم عددهم؟ عدد المرتزقة التابعين لأردوغان والحكومة التركية هم نحو 7000 مرتزق. عدد المرتزقة بالمقلب الآخر الذين يقاتلون مع شركة باغنر الروسية أو يعملون مع شركة باغنر الروسية هم نحو ما بين 2500 إلى 3000 مرتزق، وهم يأتون على أساس أنهم حراس لأبار النفط، حراس مع شركة باغنر الروسية. المقاتلين، سمحني على المقاطعة، سمحني المقاطعة دكتور رامي، المقاتلين اللي حاملين الجنسية السورية وهم يعني تجند فيهم شركة فاغنر الروسية، هل هم موجودين الآن في أماكن المنشآت النفطية تحديدا في ليبيا في هذه الفترة؟ موجودين؟ لم يخرجوا؟ لا يقال بأنهم لم يخرجوا، لا يزالون في تلك المنطقة، وعملية التبديل هي مستمرة. يعني هم قالوا بأنهم ليسوا مرتزقة للقتال، بل هم شركات حماية أمنية، لذلك هم لا يخشون من قضية المرتزقة، لكن المجتمع الدولي يصنفهم كمرتزقة، حالهم حال المرتزقة أردوغان الذين يتواجدون على المقلب الآخر. ولكن المضحك بأن جماعة أردوغان ينفون وجود هؤلاء المرتزقة، وحتى شركة باغنر يحاولون نفي وجود مرتزقة سوريين يقاتلون أو يتواجدون على المقلب الآخر، لكن القاضي والداني والمجتمع الدولي والأمم المتحدة يعلمون بوجود هؤلاء المرتزقة الذين قتل منهم المئات في ليبيا. نتحدث عن مرتزقة أردوغان الذين زج بهم أردوغان في ليبيا للقتال في ليبيا، ولا يزال يريد استخدامهم إلى على ما يبدو أنه يريد تحقيق مكاسب على حساب هؤلاء المرتزقة. طيب وشن قصة الأعداد اللي يعني تقريبا في كم جهة مستقلة يا دكتور رامي؟ تكلمت على أن في أعداد خرجت فعلا من ليبيا، شنو اللي يصير؟ هي عملية تبديل تخرج أعداد وبنفس الكمية يعني تجي أعداد ثانية، ولا كيف القصة بالضبط؟ لا يعني عدد الذين خرجوا من ليبيا هم أعداد قليلة. سابقا عندما شرنا قبل نحو شهرين أن هناك مجموعة خرجت من ليبيا، كان هناك أعتقد نحو 120 مقاتل، هؤلاء خرجوا في إطار التبديل، خرج 120 ودخل إلى الأراضي الليبية 380. لكن بالنسبة للمرتزقة الذين يعني مع شركة باغنر هم يخرجون ويجري عملية تبديل، وهم يتفاخرون بوجودهم في الأراضي الليبية،
وعدد القتلى منهم حقيقة الأمر يعني هم 4 أو 5 قتلى لم يقتلوا في المعارك بل قتلوا في الانفجار في أحد المناطق الفلسطينية انفجر بآلياتهم. لكن هناك نحو 500 مقاتل من المرتزقة الأردوغانيين قتلوا في خلال المعارك العسكرية التي كانت تدور سابقا في ليبيا. ولكن هنا السؤال على الحكومة الليبية على المجتمع الدولي، لماذا لم يعد ملف المرتزقة هو ذات يعني أهمية إعلامية؟ هل هو يستخدم من أجل غايات سياسية؟ وأين الملف القضائي الذي كان من المفترض أن هناك جمعيات ليبية تسير به من أجل المحاكمة، محاكمة من أرسل هؤلاء المرتزقة إلى الأراضي الليبية؟ طيب سؤال آخر يعني، وأنتم قريبين من المسألة هذه والتقارير عندكم وشهود العيان ومصادركم، شن هي أبرز الفصائل اللي تجند في المرتزقة اللي يذهبوا إلى تركيا وبعدين يجوا إلى ليبيا في الغرب أو في شرق ليبيا أو يمشوا يعني مع فاغنر أو تجندهم فاغنر الروسية؟ لا، فاغنر معروفين، ليست فصائل. فاغنر هم مواطنين سوريين في مناطق سيطرة النظام من عدة محافظات سورية، من الساحل، من صويداء، من القامشلي، من أي مطار عادة يصلوا؟ من اعتقد من اما مطار دمشق او مطار حميميم، بالاحرى الغالبيه يخرجون من مطار حميميم حسب المعطيات التي كانت لدينا. نعم. ياتون بطائرات من تلك المنطقه. ولكن بالنسبه للمرتزقه الاخرين يعني على سبيل المثال فصيل سليمان شاه بقياده ابو عمشه الذي كان يسرق اموال هؤلاء المرتزقه والذي خفض مدخولهم الشهري من $2000 الى $500، وايضا السلطان مراد الحمزات وكثير من الفصائل العاملة تحت الإمارة التركية أي ما يسمى بالجيش الوطني. واليوم نشرنا بعض الفضائح الأخلاقية لهؤلاء المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في ليبيا وعادوا إلى الأراضي السورية. طيب في تقديرك هل في تواصل دولي في هذه المسألة؟ أنت ذكرت في أكثر من تقرير في مصر السوري أن أوروبا قد تكون متضررة من مسألة المرتزقة، خصوصا أن جزء منهم عنده طموح أنه هو يذهب إلى أوروبا. هل عندكم تواصل مثلا مع الدول الأوروبية المقابلة لليبيا زي الطليان مثلا، المنظمات الحقوقية أو المنظمات اللي هي يعني أيضا مهتمة برصد هذا الملف؟ نعم، على رأي أردوغان لديه أوراق كثيرة كي يلعب بها، لذلك يعني الملف لم يعد من أولويات أي دولة غربية بعد أن كان أولويات كثير من الدول الغربية، أصبح ملف عادي واعتيادي في إطار التسوية الليبية. توقفوا عن الحديث عن هذا الملف، وحتى بأنهم يعني يحاولون عدم إثارة هذا الملف قضائيا في بعض الدول الأوروبية. طيب بحسب خبرتك أيضا يا دكتور رامي، هل تتوقع أن مسألة لو أن يحدث استقرار يعني في سوريا، هل تتوقع أنه ينعكس على مسألة ملف المرتزقة؟ يعني استقرار في سوريا هذا الأمر بعيد الملال، وما جرى من انتخابات تكريس التقسيم في سوريا وشاهدنا أن سوريا مقسمة، أعتقد بأن الاستقرار في سوريا في الآونة الراهنة بعيد جدا. وأيضا قضية المرتزقة، هم يعملون كمرتزقة بأوامر تركيا أو غيرها وأوامر فاغنر، لذلك أعتقد بأن الملف سيؤثر الآن، سيخرجون من ليبيا ليس بسبب الاستقرار السوري بس بسبب يعني ضغط المجتمع الدولي ان اراد ان يضغط على تركيا وعلى فاغنر من اجل اخراج هؤلاء المرتزقة. طيب هل لديكم فكره استاذ رامي بحسب تواصلكم مع بعض يعني شهود العيان، الرواتب المرتزقه الحاملين الجنسيه السوريه يعني من الجهه اللي هي تتكفل باعطاء هذه الرواتب او المبالغ الماليه او المكافئات تحديدا حاليا في هذه الفتره في ليبيا؟ يعني بالنسبة لشركة فاغنر، شركة فاغنر هي التي تعطيهم الأموال، من يعطي شركة فاغنر لا نعرف. بالنسبة لمرتزقة أردوغان كانت سابقا قطر، هل قطر لا تزال تدفع للمرتزقة أو الحكومة حكومة السابقة حكومة الوفاق؟ لكن الآن هو يعني نتحدث سابقا عن وجود نحو 18,000 مرتزق، إذا ما تحدثنا عن $2000 أقل راتب كانت أموال طائرة، الآن نتحدث عن نحو 7,000 مرتزق، رواتب شهرية $500، أي أن الرقم انخفض بشكل كبير جدا. قد تتكفل بعض الدول بشكل غير مباشر بدفع هذه الأموال، قطر، الحكومة الليبية أو الحكومة التركية عبر شركات أمنية، وتحصل على مقابل بشكل غير رسمي. طيب نشكرك جزيل الشكر أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا دكتور رامي، نشكرك لكل هذه التفاصيل ولكل هذه المعلومات المهمة جدا.